السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في وصفة جديدة من قناة شيوات جميلة. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض لي تويل بالكوكو أو بجوز الهند، كيجيو رائعين مقرمشين. ممكن أننا نقدموهم بطرق مختلفة، إما مع لي غلاس أي المثلجات، أو لنعملوهم كسليلات نوضع فيهم الفواكه الجافة، كيف ما ممكن نقدموهم مع ديسير بارد كيف غنقترح عليكم اليوم. وصفة سهلة وسريعة التحضير، كنتمنى تنال الاستحسان ديالكم. بلا ما نطول عليكم ونتقلوا باش نتعرفوا على المكونات وطريقة تحضير هاد الوصفة. وقبل من هاد الشيء، الأخوات اللي كيخبروني دائما بأنهم ما كيتوصلوش بالمنشورات ديالي مع أنهم ضاغطين على زر ديال سابوني أو سبسكرايب أو اشتراك، فتابعوا معي المراحل الماجية بإذن الله، وإن شاء الله غتوصلكم جميع المنشورات بمجرد التنزيل ديالها. إذن ما عليكم أخواتي سوى الدخول لقناة شهوات جميلة غسات فاسيل، وتمشيوا لأيقونة ديال سابوني أو سبسكرايب أو اشتراك، وتكليكيو عليها وتكليكيو على الجرس اللي بالجانب ديالها، وتكوشيو هاد المربع الصغير وتعملو انغوجيستري او لا حفظ، غيتغير الجرس وليو فوق منه واحد الشريطات صغار، وهكذا غتوصلو بجميع المنشورات بمجرد التنزيل ديالها. بالنسبة للمكونات، عندي 100 غرام ديال الكوكو او جوز الهند مبشور. انا عندي هنا رقيق كيف كتلاحظوا، من الاحسن اننا نتحرى جودة عالية. كنعرفوه من الرائحة ديالو، يعني كتكون رائحة جوز الهند وكتكون الرائحة قوية. عندي هنا 100 غرام ديال السكر الثقيل، نفس الكمية، يعني 100 غرام كوكو 100 غرام سكر ثقيل. انا عملت هنا غير 80 غرام ديال السكر الثقيل، حبتين ديال البيض، يعني حبتين كاملتين ديال البيض الاصفر والابيض. غالبا في هاد لي تويل كنعملو غير ابيض البيض، لكن الوصفه ديال اليوم ما فيهاش الدقيق، فيها الكوكو وفيها الحبات ديال البيض كاملين. ما غنعملوش الزبده، وانما غنعمل 10 غرام ديال زيت المائده. الى عندكم زيت الزنجلان عملوه من الافضل، وغادي نوريكم هاد 10 غرام شحال بالمعلقه الكبيره. اذا انتقلوا باش نتعرفوا على الطريقه باذن الله. كناخدو البيض وكنضيفو له سكر بودرة أو سكر ثقيل، ملعقتين كبيرتين من زيت المائدة أو زيت السمسم من الأفضل. كنخلطو المكونات مع بعض مع واحد الرشة ديال الملح، كنخلطو بالطراب اليدوي. ومن بعد غادي نضيفو الكوكو أو جوز الهند، وفي هاد اللحظة غادي نخلطو غير بلا سباتول حتى تخلط لنا المكونات كاملة مزيان. غناخدو واحد البلاك تاع السيليكون او لاسيلبات، ونعملو فيها هاد لي تويل حسب الاشكال اللي حنا بغينا. من بعد غادي نحاولو نبسطو هاد الاقراص ديال لي تويل، كنبسطوهم مزيان حتى كنكملو الحبات اللي عندنا كاملين. ومن بعد غادي نعاودو نرجعو مرة اخرى للحبات الاولين، ونبسطو من جديد الوجه ديال هاد لي تويل باش ما يجيوش عندنا الحبيبات على الوجه من بعد الاستواء، يجيونا على واحد المستوى واحد، يعني يجيو مقادين والوجه ديالهم مقاد. كندخلوهم للفرن اللي شعلت على 160 درجة مئوية لمدة 10 حتى 12 او 15 دقيقة حسب نوعية الفرن عند كل سيدة. مجرد ما نخرجهم هما سخان غادي نعملهم على هاد القوالب الا كانوا متوفرين، والا نعملوهم فوق مدلك او لقنينات او اي اشكال مقعرة حسب الاشكال اللي احنا بغينا نحضره. ممكن كذلك اننا ناخدو واحد القطعة ديال الخشب ونعملو عليها هاد لي تويل بحال السيجار، وهذا شكلهم من بعد ما كيقصحوا. الى قصحوا لكم حاولوا تعاودوا تدخلوهم شويه للفرن باش تعاودوا تشكلوهم من جديد. شخصيا كنخلي اللاطا في الفرن وكنطفي الفرن وكنحل الباب وكنخرج وحده بوحده. خليت وحده بردات مزيان، ما بغيتش نشكلها باش نوريكم شحال كتولي مقرمشه ملي كتبرد، فممكنش لينا اننا نلويوها. فإلى لاحظتوا فهي كتولي مقرمشه كروكونت، داكشي علاش كنقدموها مع لي ديسير.
كنقترح عليكم قدموا لي طويل مع ديسير ديال الفواكه بارد. فخديت قطع ديال البسكوي، اي بسكوي عندكم، او قطع كيك. عملت قطع من الفراوله او الفريز وقطع من الكيوي. غادي نزين بكريمه الجبن، وهذا جبن كريمي اللي حضرت معكم سابقا بالمنزل وعملناه في بعض انواع لي تشيز كيك والحلويات، وهو جبن كريمي مع كريمه شونتي وشويه السكر. غادي نزينو بقطع لي توين اللي حضرنا مع بعض وبقطع الفراوله، وغناخد شويه من البيستاش. غادي ندخلو للفرن وغادي نهرمشو ونزين به الوجه. ممكن نزينو الوجه بصلصه الفراوله او الفريز اللي حضرت معكم، وغنخلي لكم رابط الصلصه اسفل الفيديو. وهادو الاشكال اللي حضرنا اليوم مع بعض وطرق التقديم ديالها، ولكم الخيار انكم تقدموها بالطريقه اللي تناسبكم. وهذا كيف كتلاحظوا الشكل النهائي ديال الطبق اللي حضرنا اليوم مع بعض، ديسير بالفواكه والجبن او كريمة الجبن الكريمي، ومزين بليتويل اللي حضرنا مع بعض. طبق سهل وسريع التحضير، وهاد الكريمة كتجي لذيذة وخفيفة. ممكن نقدموا لي طويل كذلك هكذا فارغين مع لي كلاص او المثلجات، كيف ما ممكن نقدمهم كسليلات في بلاطو بريستيج مع حلويات البريستيج ونعملوا فيهم الفواكه الجافه، كيف ما ممكن نقدموهم بهذا الشكل نحشيو هاد الاشكال بكريمه اي كريمه ككريمه الجبن مع الفواكه، ونزينو باي صلصه من الصلصات ونقدموها كذلك مع المثلجات. فهادو كيبقاو اقتراحات ولكم الخيار في طريقة التقديم اللي تناسبكم. كنتمنى تعجبكم الوصفة ديال اليوم. إلى عجبتكم عملوا لايك الفيديو وبارتاجوا الوصفة مع الأصدقاء، وما تنسوش تنضموا للقناة ديالي ولجميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي غتلقاو روابط ديالها أسفل الفيديو بصندوق الوصف. ما تنساوش كذلك تزوروني على الموقع الإلكتروني jamila666magazine.net، وعلى صفحة الفيسبوك للتواصل وهي صفحة تحت اسم شهيوات جميلة. أستودعكم الله أحبتي في الله، وإلى حلقة قادمة بإذن الله.